جارس بيل ولوكا مودريتش وهاري كين، يا ترى ايه القاسم المشترك بين الثلاث اسماء دول؟ النجم الانجليزي هاري كين واحد من ابطال انتقالات الميركاتو الصيفي. توتنهام بيرفض كل الاغراءات علشان يسيب كين ينتقل لتجربه جديده. الاهتمام في البدايه كان من ريال مدريد بعد رحيل بنزيما، ودخل معاه على الخط مانشستر يونايتد قبل ما ينتقل الاهتمام لنادي بايرن ميونخ الالماني اللي قدم اكتر من عرض، وصل الرقم في العرض الخامس ل 110 مليون جنيه استرليني. وبرضه لسه توتنهام متمسك بهاري كين. كين هو تكرار لنفس سيناريو لوكا مودريتش وجارث بيل. سنة 2011 تشيلسي عرض على توتنهام ضم لوكا مودريتش مقابل 40 مليون دولار، بس توتنهام رفض العرض وتمسك بمودريتش. ومع تألق النجم الكرواتي في الموسم اللي بعده طلب ريال مدريد ضمه، وكان الرد زي المعتاد رفض رحيل مودريتش. مودريتش المرة دي قرر التمرد ورفض تجديد العقد، وأعلنها صراحة إنه عايز ينتقل لريال مدريد، ورفض يسافر مع الفريق للوس أنجلوس في فترة التحضير للموسم الجديد. ريال مدريد في البداية عرض مدافعه البرتغالي ريكاردو كارفاليو زائد 30 مليون يورو لضم مودريتش. توتنهام رفض العرض وأصروا على مبلغ 45 مليون يورو، وبعد مفاوضات طويلة أخيراً وافق توتنهام على 35 مليون يورو. أما جارث بيل فبعد تألقه موسم 2012-2013 وتحقيقه لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، ريال مدريد كان مصر على ضمه، واستمرت المفاوضات لوقت طويل. بدأ بيل يشعر بالقلق وقرر التمرد على النادي برفض التدريب، وبلغ زمايله أنه هيرحل مهما كلفه الأمر علشان التمرد فعلا يجيب نتيجة، ويقرر توتنهام ترك جارث بيل يرحل لريال مدريد بس برقم تاريخي. وقتها كان أغلى صفقة انتقال في التاريخ مقابل 100 مليون يورو قبل غلق باب الانتقالات بساعات. اللاعبة الثلاثة متفقين أن رغبتهم في الرحيل عن توتنهام لرغبتهم في الفوز ببطولات، بس بقى هل يقدر هاري كين أنه يمشي من توتنهام ويكرر نفس السيناريو جارث بيل ولوكا مودريتش؟